نحييكم من جديد مشاهدينا. لعل أكثر ما أثار المخاوف عند بداية انتشار فيروس كورونا هو ارتفاع أعداد المرضى، ومع أن عدد الوفيات كان أقل بكثير من نسبة التعافي، إلا أن الأسئلة ما زالت تدور حول احتماليات وأسباب الوفاة من الإصابة. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا دكتور عيد عزار الاختصاصي في الأمراض الجرثومية مباشرة عبر سكايب من بيروت. صباح النور دكتور. يعني تحدثت بعض التقارير الطبية عن نسبة تقارب 9 وفيات بين كل إصابة، أو حالة وفاة بين كل 9 إصابات، كيف تفسر هذا الرقم؟ بونجور. الارقام بتعرف انت كل الناس لحين العدد الاصابات كان بكل دولتهم او عالميا وعدد اللي عم يتعافوا، بس بدون ينتبه شوي المشاهد انه هاي الارقام ما بتمثل حقيقه المرض او حجم المرض، لانه مش كل اللي يصابوا بالمرض يشخصوا. يعني اذا بدنا نحكي علميا وبشكل جازم نسبه الوفيات، نسبه الوفيات بناخذها من العدد الاجمالي للمصابين. نحن عدد الإجمالي للمصابين بأكثرية المرات هو غير معروف. من المرات القليلة اللي نعرف هذا الرقم فيها هو اللي أصيبوا على السفينة اليابانية اسمها بلاك دايموند، لأنه كانوا الناس موجودين على السفينة، بنعرف كل اللي أصيبوا، وبنعرف إنه صار في 9 حالات وفاة منهم، بتصور يمثل الرقم 0.25% من إجمالي اللي أصيبوا. بس بمناطق أخرى وبدول أخرى ما على طول عم نقدر نسجل اللي هن مصاب، لانه عم يكون عنده حاله خفيفه من المرض ما عم بيجي مشخص بيعمل فحص عم بيجي فعم يجي بصح لوحده. بعدين في الشقف الثاني بالنسبه للذين على طول عندك اللي تعافوا من المرض، مش كل اللي بيتعافوا من المرض عم بيرجعوا على يسجلوا تعافيهم، لانه ضمن شروط التعافي في بعض الدول هي ان تكون عامل فحصين حامض نووي وجايين اثنيناتهم سلبيات. في مرضى عم يتحسنوا بفلوا على بيتهم ما بيبطلوا محسوبين على حدا. وفي مرضى كمان لا يعلنون عن اصاباتهم، يعني يلتزمون بالحجم المنزلي لانه حالتهم طفيفه. 100% صار الارقام هون ما بنقدر نحن نجزم فيها، بس بالاجمال الرقم المعتمد اكثر هو انه نسبه الوفيات تحت ال 0.25%، يعني من كل 400 شخص يصاب بصير في حالة وفاة واحدة. نعم، ولكن دكتور عيد تختلف نسبة الوفيات بين بلد وآخر، يعني مثلا حسب منظمة الصحة العالمية في إيطاليا هناك 11% من الإصابات وفيات، أما في ألمانيا فالنسبة لا تتعدى 1%. كيف تفسر هذا الاختلاف في نسبة الوفيات من بلد إلى آخر؟ هذا هي تفسيره جدا، لانه السياسه اللي اتخذتها المانيا هي شيء اسمه ماس تيستينج. يعني الالمان اخذوا قرار باجراء كميه كبرى من الفحوصات الحمض النووي، وحتى فحصوا الناس ما عندهم عوارض، سو قدروا شخصوا عدد اكبر من المرضى ببدايات المرض. هذا نفعتهم بشغلتين، واحد انه قدروا حدوا وينوه، يعملوا مابينج، يعني يعرفوا مين من هو المصاب، وثاني شيء عزلوا المصابين عن غير المصابين فخف العدد الاجمالي. لانه نحن من المشاكل في الوباءات انه لما بتترك شخص مريض مع شخص مش مريض حتى ايامات لبقوا بالبيت، اذا في عندك 6 أو 7 أشخاص بالبيت وواحد منهم مصاب وبتتركهم 4 أو 5 أيام جمعه بصيروا 7 مصابين. سو الالمان لانه قدروا يعملوا هالشيء ببدايات الوباء قدروا يشخصوا على بكير، مشان هيك عدد اللي شخصوا بالمانيا اعلى، قدروا خففوا من عدد الاصابات، وبالتالي نسبه اللي هن صار فيه وفيات من الاجمالي اوطى. اما عند الايطاليين، الايطاليين اجاهم على بغته مثل ما بيقولوا المرض، يعني ما كانوا متحضرين له بالمره. ما الذين شخصوا في بدايات خاصه في بدايات الوباء ان كانوا الحالات المتقدمه، واكيد اذا بتشخص من الحالات المتقدمه بس نسبه الوفيات بتكون عندك اعلى بكثير من ما انك تشخص حالات ببدايه المرض اللي كنا عم نحكي. نعم. هذا بفسر بشكل علمي وواضح الفرق بين الدولتين. نعم دكتور عيد، الشائع ان الاكثر عرضه للوفاه جراء فيروس كورونا هم كبار السن او اصحاب الجهاز المناعة الضعيف بسبب الأمراض المزمنة، كيف تفسر وفاة أشخاص أصحاء وفي أعمار صغيرة؟ وهذا حدث
ولو بنسبة قليلة. هذه مثل موضوع الدخان، يعني اذا العالم بتلاقي شخص اكيد مثلا دخان، كل ما دخنت اكثر كل ما عندك خطر اعلى انك تعمل سرطان رئه او مرض قلب. بس بتلاقي شخص بدخن 5 علب بالنهار وما بيصير له شيء، وبتلاقي شخص ما بدخن وبيعمل سرطان رئه. هذا نفس الموضوع، هو ده اسمه فاكتور دو ريسك. يعني لا، اذا العمر الصغير ليس حامي بنسبه 100%، بس اذا بتاخذ نسبه الوفيات من الاشخاص اللي هن فوق ال 80 قد تصل الى 14%، وبعض المحلات وصلت ل 21%. اذا بتاخذ نسبه الوفيات بنيويورك من الاشخاص اللي هم عمرهم فوق ال 65 شخص وعايزوا الدخول الى العنايه، نسبه الوفيات عندهم 97%، اللي هو رقم هائل. بقى بكل الدراسات اللي كانت امريكانيه او صينيه بانت انه الخطوره الاكبر هن عند الاكبر بالعمر. بس مثل حيا الله مرض، بتلاقي بعض الناس اللي هن لاسباب متعدده اكيد علميا بمناسبه وقت نشرحها ومعقده، ممكن تلاقي شخص صغير بالعمر ويعمل الباد اوت كوم. بس اللي بيضل الناس اللي ما ننتبه لهم اكثر هن كبار العمر. نعم. سؤالنا الأخير دكتور، يعني دول عربية كثيرة في هذا الأسبوع بدأت تفك حجرها المنزلي والتعبئة العامة، ومنها لبنان طبعا من حيث حضرتك. ما هي نصيحتك للعودة إلى الحياة بشكل طبيعي ولكن صحي في الوقت نفسه؟ هلا اكيد، هلا نحن في شيء بالمكان الوباءات، في عندك المرحله الاولى اللي هي بحدود 3 اشهر. المرحلة الأولى هي بين انتشار الفيروس بين الوصول إلى القمة، أكيد سمعتوا عن فلاتنينج كيرف وكيف نوصل عدد الحالات إلى الماكسيموم، بعدين ببلشوا ينزلوا. خلال 3 اشهر لما تعمل علاجات وتعمل تباعد اجتماعي ومشاكل توصل لمحل بخفوا عدد الحالات، سواء بكون خص من شيء اسمه الموجة الأولى. لما تنتهي من الموجة الأولى بدك تبلش تفتح البلد، لأنه في عندك واقع اقتصادي واجتماعي ما فيك تخلي الدنيا العالم كلها مسكرة. هون بيكون من الأسوأ خيار بتعمله إذا بتعتبر إنه كورونا اختفت، لأنه ما في شيء بيأكد لحديث هلا إنه اختفت نهائيا. بقى بالمرحلة هذه بدك تضلك عايش بفكرة إنه في وجود لبعض الحالات اللي هي منا حالة وبائية كبرى، يعني منا عدد كبير من الحالات، بس لكن أصعب من ناحية لأننا نعرف وين هن. بقى كيف بدك تقدر تعيش مع هذا الشيء؟ بده يكون في عندك أول شيء اللي تبرهن من التجربة الألمانية وتجربة تايوان، إنه عملية الإجراء الفحوصات بكمية عالية هي الطريقة الأمثل للسيطرة على الوباء. بقى بدنا تكون كل الدول، وبدنا لبنان هلا عم تتحضر لمرحلة الماس تيستينج، يعني يكون عندنا قدرة عالية على فحص حيالله شخص مشتبه به. في حال ثبت التشخيص عبر فحص الحمض النووي بده يفحص كل الناس اللي كانوا ان كونتاكت، يبعثوا له تريسنج كونتاكت، يعني كل الناس اللي كانوا على اتصال بالشخص لعزلهم وعلاجهم لحتى ما يتفشى المرض اكثر من هيك. هو في كل الاحوال خطوره هذا، عذرا لمقاطعتك لضيق الوقت، يعني خطوره هذا الفيروس بانه سريع الانتشار، يجب اتخاذ الاجراءات الوقائيه حتى لو كان هناك حاله واحده في البلد الواحد. 100%. الاختصاصي، نعم الاختصاصي في الامراض الجرثوميه الدكتور عيد عزار، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. Thank you.